طالبت أحزاب سياسية وكتل برلمانية سودانية برحيل الرئيس عمر البشير وحل الحكومة وتشكيل مجلس سيادة ومجلس وزراء انتقالي وحل البرلمان، وذلك على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وجاءت مطالبات الأحزاب بعد توحدها في كيان موحد باسم الجبهة الوطنية للتغيير، والتي ضمت 22 حزبا وتيارا سياسيا، في مقدمتها حزب الأمة المعارض بزعامة نائب رئيس الوزراء السابق مبارك الفاضل المهدي، وحزب الإصلاح الآن بزعامة المساعد السابق لرئيس الجمهورية غازي صلاح الدين. في أول خطاب للرئيس السوداني عشية الاحتجاجات التي صاحبت آخر أيام العام الماضي بالسودان، وعد رأس الدولة السودانية بموازنة مالية مختلفة للعام الجديد تخفف من وطأة ارتفاع الأسعار وندرة المواد الاستهلاكية، ووجه بضرورة إجراء تحقيقات تظهر المسؤولين عن مقتل العشرات في الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد منذ 19 من ديسمبر الماضي. أن كل مؤسسات الدولة قد وضعت خارطة الطريق للخروج من هذه الأزمة باستراتيجية تعتمد على الإنتاج والإنتاجية، حيث تم وضع ميزانية العام 2019 برؤية جديدة تستهدف النهضة وتجاوز الأزمات الراهنة بمنهج يعتمد لأول مرة على البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف، بدلا من نظام البنود التقليدية. كما أن الميزانية قد هدفت إلى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. الجبهة الوطنية للتغيير ضمت صوتها للمطالب الشعبية، حيث أعلنت عن عزمها تقديم مذكرة للرئيس السوداني تطالب بحل البرلمان وتشكيل حكومة كفاءات انتقالية تحدد الموعد المناسب لانتخابات نزيهة وشفافة. نحن قررنا في مكتبنا السياسي أن نسحب أي تمثيلنا في أي منصب. إضافة إلى ذلك نحن وجهنا قاعدتنا بأن ممارسة حق التعبير السلمي هي ممارسة مستحقة لكل الناس، لكل التنظيمات، لكل الأحزاب السياسية، وبالتالي فإننا نؤيد أي تعبير سلمي ونشارك فيه ما استطعنا إلى ذلك السبيل. ويواصل اتحاد المهنيين السودانيين دعواته التي لاقت قبولا شعبيا بضرورة الاستمرار في المظاهرات السلمية حتى سقوط النظام، حيث نجح الاتحاد المهني في استقطاب معظم أحزاب المعارضة إلى معسكره. ملامح المشهد السياسي خلال الأيام المقبلة مرشح للتبدل في السودان حسب محللين، خاصة بعد إعلان الجبهة الوطنية للتغيير انسلاخها عن ميثاق الحوار الوطني الذي جمعها مع الحكومة، وبعد انحيازها الحالي للمحتجين ومطالبهم بتغيير النظام السياسي في البلاد. سالي عثمان، تلفزيون عربي.